يمكن برضو باعتبار المجال شغل حضرتك، فكرة اللوحات الإعلانية اللي في سور نادي الزمالك، شايف ان هي كلامك على السور الأول. السور بتاع نادي الزمالك هو كان أكبر، يعني تاني أكبر أصل في نادي الزمالك، لأنه في 127 محل. أنا عملت له استادي في 2014 كاملة. للأسف، ودي نقطة مهمة جدا الناس ما تعرفهاش، عقود السور دي متاخد إيجاراتها لسنة 46 و50، يعني حوالي 27 سنة من دلوقتي، يعني من 23 ل27 سنة من دلوقتي. إزاي؟ وهل ده قانوني اللي اتعمل؟ وهل ده يعني أنت إزاي بتحجر على إيرادات أجيال قادمة بهذا الشكل؟ طبعاً معرفش الخطأ ده الحقيقة مين مسؤول عنه، طبعاً بالتأكيد مجلس الإدارة اللي فات، ومعرفش مين يدل الموافقة برضه، الموافقة دي مش مظبوطة. ولكن في الآخر بنعيد كل دراسة كل الملف ده وبنشوف نحاول ننظم عوائده بشكل. هل حضرتك شايف ان ليها حلول؟ المحلات اللي مش معمول لها الديسكاونتنج بتاعها لل 30 سنة نقدر نعمل فيها حاجة، نقدر نشوف، نقدر الحاجات اللي مش مؤجرة نأجرها. هنفتح، ده مش سر يعني، ده من ضمن برنامج اللي هيتعلن ان شاء الله في خلال ايام، هنفتح الزمالك كوفي شوب اللي هو هيبقى، او الزمالك ستورز اللي هيبقى فيها تي شيرتس وكل الكوميرشلز، الحاجات بتاعه الزمالك، من تشتري علم، تشتري ماج، تشتري كل الحاجات الكوميرشلز، زي ما بنروح برشلونه وريال مدريد وبنلاقي الحاجات دي.